السلام عليكم سي مشعل. اهلا وسهلا. اش هاد البلاكة هادي يا سيج؟ رميسة، تيسي رميسة، كريب بريسيوزا سوا سا. ولكن اللي سطاتني هي هذيك 10 سنين ديال لا كارونتي. هذا هو الكريب اللي داير البوز دابا. ما تساليناش باش نصوروا اخويا مشعل. ونزيد لك حاجة أخرى اسمح لي. أيوا. على ذكر 10 سنين تحدى شي واحد اللي يقدر يضمن شي وحدة تاع عام. تاع عام، كيقول لك كارونتي حدو الشانطي. كارونتي حدو الشانطي. رميسة أنا لا كضمن لك يعني الكارونتي ديال الكريب دو سوا. بريسيوزا 10 سنوات عقد من الزمن عقد من شحال قرن شحال فيه من عام 100 100 شحال نقولوا هذا باش يتر اربع يعني 10% ديال القرن ونحسبوا المهم كريب بريسيوزا ما باقي ما تحتناش فرشه باش نصوروه ولكن الناس راه كيشريو دوزو الخاص راه تتصور مصورينهم لاندو في 10 سنين ديال لا كارونتي كريب دو سوا بريسيوزا من بعد المليفة بريسيوزا نفس الشركة ونفس الماركة راه مولونا حتى بالكريب وخاص وحصريا عند اثواب رميسة واحسن كريب في العالم علاش احسن كريب راه النتيجة باينة هذيك 10 سنين ديال الكارونتي راه كافية هي اللي كدوي توكل على الله السي مشعل. انا بغيت نقول لهم هذا الباك اللي كاين واحد الباك زوين ومتنوع يعني حتى ما نقدر نقول ما داش بحالو زوين بزاف كان كيف كنقولوا خسارينا بواحد العنايه مركزه على العروسه بالعربيه يعني داك الشيء واضح اللي كي فيه جوج لباسي كيف كنقولوا بحال اللي دار اورغونزا دو سون ولا بغيتي نسرح اسم محمد ولا كانوا سوا مطالبه ديرو نسرح نسرح ماشي مشكل غير انا ما غاديش نسرح كل شيء هذه عاوتاني الثليجه اللي كنا دايرين 1400 درهم اورغونزا 1500 درهم والبغوشي دو سون بدغادو سون وكنجمع هذا الخير كامل 1400 درهم كنقول لك هادشي كامل اللي هو 2500 درهم قبيله اخويا مشعل كنتي كتحسب اخويا قلتي لي هذا راه نورمالمون خصو كنتي باغي دير ليه 2800 درهم قلت لي انت الكليان ولف 2500 درهم 300 درهم حيدت هذه الكلمه هذه كاينه كاينه وتكيس عليا اخويا تكيس عليا تكيس عليا تكيس الكليان تاعو هنا ها اورغونزا بالنسبه للعبارات الدريات راه ديما العبار كبير هاد اورغونزا كذلك راه صالحه للطرز والتنباس كتخيطها كيف ما بغيتي خياطه مخزانيه او ايبازي كيف ما تجهيتي او ديري لها تفتيحه في الجناب هذا الباك رقم واحد هذه الثليجه تيسرح عليكم باش تعرفوا الثليجات الاخرى كيفاش جايين يعني ديالها تا هو راه لاسوا انا نشرح لهم اخويا بشعيب دابا ما يحتاجش يسرح لكم توبات اخرين غير الا كان شي توب مثلا مفهوم ما مفهومش ولا غريب حنا راه فاهمين الكليان ديالنا كنحسوا به وكنعرفوا شنو كيدور في الراس ديالو يعني الباك اللي فيه الثليجه والاورغانزا الجايين ما نحتاجش نسرحهم يعني ها هما هادوم لي ديزاين ديالهم اورغانزا بحال هكا ثليجه بحال هكا البروكر غادي يسرحوا حتى هو وإلا كان نفس البروكر مع شي باك واحد اخر فلا داعي تسرحوا خو بصعيب نظرا باش ما يجيش الفيديو طويل وممل نقول لهم عاود ثاني الدري راه خو ما سرحتش انا راه ملي كتختاري مثلا باك ثلاثه او اربعه او تسعود راه الدري اللي الدري اللي تواصلتي معاه هذيك الساعه غادي يسرح لك عاود ثاني وغيصيب لك يصيب لك مقطع فيديو كل حاجه بوحديتها تشوفي بالوضوح عاد كنصيفط لك الامانه ديالك هنا اسم محمد هذا هو اللي كنقول لك البغوشي دو سوا عاوتاني بالنسبه للعروسه ودير مع الدوبلور ديالو ضغط سوا يتخيل خويا بشعب على ذكر الدوبلور باغي نسولك دابا علاش ما ديرش لهم دومي سوا مثلا ولا الكراب وغادي تربح اكثر اخويا كان ملي غتلبسها غتلصق ولا بقينا نفكر في الربح غنخسروا كل شيء اسم محمد يعني اخويا بشعب هذا القفطان هذا الا نقصتي منه 500 درهم هي ربحتيها ضربتيها في جيبك غير في القفطان التحتاني لا لا هاد الخدمه ما كنديرهاش وما كنعرفش لا خاص محمد هذه عندها ماليها انا نبهتك هذه المساله هذه اخو بشعيب راه صيفط ميساج غير مباشر للكليان باش يفهم راه قفطان راه يبدل لك شيطه كامله ردوا البال هذه القضيه يبدل لها الثمن ديالها انا اللي بغات الخدمه هي اللي كندير يعني الشخص نعطيها قفطان حقها والجلابه نعطيها حقها والتكشيطه نعطيها حقها وديك الساعه شي حاجه اخرى راه هات لي جعوتين انا سيدي حبيبي شوف اش كنوريك ها البروكر شو عاوتاني هذا الباك رقم جوج هنا عاوتاني وتالي كتقول لك ما بغيتش تغادر سوا ندير لك ساسان دو سوا كيف قلتي دابا اللي بغات دومي سوا ندير لها دومي سوا ولكن مع ذلك كيف كنقولوا حنا راه كنعطي الخدمه حقها نعطيها القفطان اللي غادي يواسيها هذا باك رقم جوج الباكات كلهم ما كاينش شي باك خايب كلهم كان كيليبرو يعني ما كاينش باك خايب على الاخر ولا هاد الباك هذا احسن من الاخر كتبقى مساله دابا حنا كندويو على القيمه ديال الماديه ديالو اما بالنسبه للذوق راه الذوق كيختلف حنا كنحترموا كاع الاذواق واحده تحماق على هاد الباك واحده تحماق على الباك الاخر يعني يكونوا هاني ما كاينش هذا باك مقيوم رخيص وهذا مقيوم غالي يعني الحساب حساب راه حساب واحد ياك اخويا اي حساب واحد ما عجبكش هذا كدوزي لجوج ما عجبكش دوز كدوزي لثلاثه ما عجبكش ربعه كدوزي لخمسه يعني راه درت لكم 14 باك هنا كلهم زوينين واحد مسك واحد والا حالتي تيقى بيا غير توكلي على الله وراه ما كاينش فيهم شي واحد خايب يعني معزولين خداو وقتهم الكافي باك رقم جوج بالنسبه للنويمرات راه كاينين تحت صندوق الوصف وفي اول كومونتير
يعني تفشوا عليهم كما بغيتوا، راه شو الطاقم كامل الصطاف على على قدو، يعني تخليطه ميكس ما بين دراري ودريات، يعني كلهم راه الاشاره ديالكم. ولا تعطلوا لك شي نمراك تقدر يكون بعد مرات ما يجاوبوكمش، يقدر يكون روبو، يقدر يكون باوز ديال الغداء، يعني ما عليك غير انت تواصلي بنمره من نوامر واحدين اخرين، غير هي ديري الكوموند ديالك اختي في نمره واحده. وما تنساوش واحد القضيه ديما، هو بشعيب البارح اليوم راه لقى لي جيم بزاف، ها هو صباح كيصور عاوتاني، يعني جمجموه بارطاجيوه، حفزوه بلي كومونتير زوينين، قولوا لنا الراي ديالكم في هادشي هذا اللي دار، واخا ما تشريش ماشي بالضروري تشري باش ديري كومونتير اختي، والبارطاج ضروري اختي، بارطاجي لصاحبتك قول لها شوف هاد الزين هذا، شوف هاد الزاز هذا، شي وحده بنت دربكم عارفه باغا تزوج حيره من العائله، صيفط غير هاد الفيديو هذا غير تقرا في سبيل الله، يعني واخا ماشي بالضروري تشري، تعرف شنو كاين في السوق، باش الا مشات تشري مع شي واحد ما يقول بها. رميساء راه البوابه البوق ديال التوب في المغرب كامل، يعني نمبر 1 بدون شك. بدون شك. انا عاوتاني هات لي جا عاوتاني، وشوفوا البروشي اللي دزتك معاه ثاني، يعني راه قلت لك كنفكر مشايب خويا، هذا كان ب 2500 درهم، يعني 2500 درهم بوحدو، هذا بروشي ديال الطاليان اخويا، دابا بحال اورغانزا فابور وتليجا فابور. واش كاين شي مول تو بيزعم على البروكر او البروشي دو سو يشدوه اسمع عبد خويا ويدير لي بحال هكا؟ انا وريه لي يا سيدي حبيبي، ها هو وها هو كيرجع بلاصته، ما تحتاج الا تلفتي وراك لحق مصلوح لا نحدد لا والو، اجي ونمشي ما تشغليش بالك. وتليجا في لاموس اللي راهي هي كذلك باينه، وزيدك عاوتاني اورغوز دو سو راه كاينه، والقطن هذا راه غادي سو تبارك ما عارفينو، يعني راه ما نخليكش اختي من تهضري. والثمن الثمن يوريك هادشي اللي كنقول راه اقل من ثمنه، انا حسيت نقول لك ناقصه 50% وربما راه اكثر. اكثر صراحه، ولكن ملي كنبغي بعض المرات كنحشمو نقولوا القيمه ديال الحاجه، بعض المرات الكليان ما بقاش كيثيق، حوته كتخن الشوار، يعني كنفضلوه هي راه عارفينها ناقصه ب 2000 3000 درهم، كنقولوا راه ناقصها ب 1500، يعني باش ما يقولش الكليان واو واو بزاف هادشي اللي ناقصين، هادشي حنا كنفضفضوا عليكم وصافي. ولا اللي كيلبسو كيشريو كيعرف شنو كيدير، راه كيعرف عارف شنو كاين، كيشوف حاجه كيقيم لها ثمنها، كيشوف سلعه كيقيم لها ثمنها، ما بالنسبه لي ما كتكونش عندي دراري هذاك راه معذور، الراي ديالو هو كذلك يحترم، يقول اختي اللي بغا. ها هي التليجه، وديما خويا بشعيب كنلاحظك كدير دغادوس واخويا ما فهمتش والو، انا باغي تصيفطني للبلاد ولا ما عرف شنو. الخدمه والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، كل واحد كياخذ داكشي نقص من الله، خدمه غايزه. حيت الا غايس الخدمه راه مزيان، انا حبيبي شوف عاوتاني شنو كنوريك. والبغوشيات ما كتلاحظني كنسرح اسمح بالبغوشيات بزاف. حيت عاجبينك اخويا بشعيب. حيت زين، هذا راه منبت بالحجر السي بشعيب. الا جيت ايام منبت بالحجر الصم. كيف كتشوف كنقول لك حر، ولا زيد نقول واحد القضيه اخرى اسمح لي، كيف كنقولوا ما بغيناش نقولوا شنو كنديروا، وانما هنا راه جيتي تشوف راه بحال عاطيك ثلاثه تكاشط 2500 درهم. شوف شنو كنوريك انا وهاد التليجه، وعطيك عاوتاني بغوشي دو سو دو بياس. ثلاثه تكاشط ب 2500 درهم، ثلاثه تكاشط ب 2500 درهم. عاوتاني تكون شي واحد عاوتاني شطاري، هذا راه بوحديتو كتخيط قفطان، وهذا غادي سو عاوتاني ولات عاوتاني لابسه اي مجله بالحضور عاوتاني او قفاطي او حتى هو كذلك صريح الطرز وتنبات. بالمعنى الاصح ديال هاوسه اللي ما عمرها كانت، هذه هاوسه. يلا كتبوا عاوتاني زعزعوا لي لي كومونتير، رميساء مش هتقدر تغمض عيني، كتبوها ليهم في لي كومونتير، رميساء مش هتقدر تغمض عيني، وكتبوا كذلك رميساء رقم واحد، اللي مقتنع بها وكيشوفنا حنا راه رقم واحد يكتبها، يعبر لينا عليها، يفشنا شويه، يدسرنا يدسرنا. يعني يا سلام ايجا انا عشاق هاد الورك يقلبوا عليك، انا مشيت انا وما لقيتوش، مشيت انا وما لقيتوش، راه ميسا مدخل عليك في الباك، يعني واحد يقدر يبيع 2500 درهم، انا نبيع لك في الباك 2500 درهم. شوف اش كنوريك، سرح اخويا، سرح هاد الزاز هذا، هاد الزين هذا اخويا، غير بواحد القطار، ها العبار كبير، ما كاينش مترون، يعني كندير لك 3 متر على متر ونص في العرض، ديري ايفاز كيف ما تشهيتي. والطرز والتنبات انت كتشوف التنبات، بغيتي مازال زيد الطرزي راه زيد الطرزي، بغيتي ديري دو بياس ديالو ها هو سوا عطيتو لك، وكيبقى الاختيار لك، ديري قفيطين دو بياس بحزامو او ديري كذلك تكشيطه. صراحة باكي نسيك في الاخر، اغتنموا الفرصة العريسات، يجنن انت هي اللي اختك عارفة مخطوبة، صيفطي لي هاد الفيديو، هادي خالتك عمتك جيرانك صيفطي لي، هادي كتبقى صداقة جارية غير تعرف، ماشي بالضروري تشري، بارطاجي الله يرحم بها الوالدين، بارطاجي، كدير هذاك فليش اللي تحت اليوتيوب كيخرج لك الواتساب كامل، صيفطي على الخمسة على الأربعة على هذاك الشيء اللي قديتي عليه أختي، وصيفطي غير للقراب غير للحباب غير الصحابات. هذا سوا راه بقفطانو، راه بقفطانو، حيت لون في اللون.
تخيل هذا الخريب هذا اخويا بشعيب هذا راه كيتباع ب 4500 درهم. خليني ساكت اخويا، خلي على حسب هذا الباك لقى قيوم مليون عند رميساء غير ب 2500 درهم. بالنسبه للدراري صافي نقول لهم زعما توكلوا على الله سيروا بجوجو، راه غتدخل على الدنيا وما فيها، الدنيا وخيرها كلشي غادي يكون ديالك، توكل على الله حبيبي وراه غتدخل على الدنيا والسعاده وما فيها ب 2500 درهم. 2500 درهم فقط، 2500 درهم دهاز تكمل ديالك ب 2500 درهم. 2500 درهم دهاز دفوع 2500 درهم. سكرينه وصيفطي ويسمحوا لنا الكليان اللي ما غاديش يشري ماشي بالضروري تشري في هذا الباك، ولكن ان شاء الله راه رميساء ما كتوقفش على لا مولاتي، ما تبقى لي غير على خاطرك، ويلا سالوا لي باك جي عندنا المحل نصوبوا لك الباك باش كاينش مشكل. بعد مره اخويا بشعيب غندير لك واحد الملاحظه طرات لي هذه السيمانه اخويا، بحال هذاك الباك اللي درتي اخر مره كانت قادة في نص النهار الاولاني خويا، وحده تجي عندي من طنجه، وحده من اكادير، وحده من مراكش، كتقول لي شوف منين جايه، انا جايبه معايا غير 2500 درهم، هو سهل وليت كندخل لهم هذاك التكاشط الغالي اخويا بشعيب، ضعت هذه السيمانه هذه صراحه. علاش؟ ما يمكنش وحده جايه عندك اصاحبي من شو شحال ضربه 600 كيلومتر 800 كيلومتر اللي ضربه 200 كيلومتر في الاخر تقول لا ما بقاش وتصيفطها اخويا. هي هو وقعت لي غير اليوم نيت واحد المره سي جات من عندنا من وجده، هي راه جايبه قال لك فيه 3 متر ديال الطول، تكشيطه دايره لها 4500 درهم ديال ماتيو هذيك ديال لا مسلم. شحال حسبت لي اخويا اسمع متسخرت لي وقلت داخل ليا كاع فراس المال حق انا جيت ما قدرتش نخسر ما عليا غير اصاحبي كيغلبوك هذوك الناس كيغلبوك صراحه. كان ضارب مع 900 ولا 700 كيلومتر شحال غادي ترجعوا هذا بالله عليك اخويا غادي ترجعوا هذا شحال بعتيها لي اخويا بشعيب؟ واش غنقول لك والله الا اش غنبكرا هو دابا كيشوف حتى هو نبغى يخلينا شي كومونتير تما 3000 درهم ديال هذيك ديال 7500 درهم ديال 4500 ديال 4500 درهم وانا سحاب لي مشيت تخلات سحاب لي هذيك ديال 7500 درهم ناري 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 هذيك اللي صعب سي هذيك اللي راه جايه ب 9000 درهم هي هذيك راه درنا لها برومو تي راه نقصنا صورنا لك من الفيديو اللي قبل هذا او شي جوج ولا ثلاثه قبل منه. اللي صاب اخويا بشعيب تقادت ولكن راه لقيت في الديبو شي بياسات باقي نقلال كانوا مخبينهم على قبل منين يطلقوا العراسات راني جبناهم من بعد دابا تصوروا لهم المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله وبعد المره الثانيه من جبت هذه العراسه معاك نعاود لك عاوتاني شي وحدين اللي كيكونوا بياسات كيف كنقولوا كاينه شي حاجه قليله حنا كنديرهم ستوريات راه تما كتلقاهم دوري حتى في الستوري صافي اشكالات. اه يا بصح تزكي اخويا ضربك بالعين على هذا الباك هذا وي خمسه وخمامس خمسه وخمامس والكمامس شو ملي كيبان لك ما بقاش عارف فين تحط رجلك وي 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 كتجي كتعثر في الرماد ديال الفتيله خلاوها ياك هادو التاونات هي اللي غيعرفوا هاد الكلمه هادي. اه يا اخي غنوريك ثلاثه تكاشط كنقول لك ب 2500 درهم ومزيان اخويا نهضروا باش ندوز عارف واش نقول لك راه هادشي اللي كنصورك اخويا اسمح هو راه هو اللي كاين يعني من غيره راه ما كاينش باش نكون واضح معاك تقول لي بغيت بحال هذاك تغبري عليا مثلا 3 ولا 10 دمية تجيب لي بحال هذاك راه ما يمكن شخصي هادشي اللي صورت لك هو اللي كاين ولكن غادي نعطيك حاجه اخرى اما هذا اخويا اسمح محمد اعتبره سالة اعتبره سالة اخويا بشعيب اعتبره سالة عرفتي بزاف ديال الكليان راه اليوم لي كومونتير ديال لي باك بشعيب لك تي دخلتي اليوتيوب اخويا ولاحظتي الكليان ديالك شنو باغي راه كانوا باغي الباك العشاق ديال الحرير شو 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 كيفاش كيتبارك كيترعد كيترعد مالو مرعود مالو مرعود مالو مرعود اخويا مليح اخويا لاصق بغيت شي حاجه طايحه هنا خصك كيشقشق كيشقشق اخويا كيشقشق انا مولاي سلطان هدايا ديال اعتبر ميساء واحد ب 2500 وجوج تكاشط فابور فين غتلقاو هاد الهبال هذا هاد الحماق راه حنا كنشربوا الدواء ديال 36 هذاك علاش كتلقاو هاد الهوتات بحال المحل كلهم مسطين الف روحين هنا في هاد المحل ياك اخويا هو داكشي اللي كيقولوا داكشي اللي كيقولوا اخويا مسطين هذوك ما ديوش عليهم ها باخ ها هي التكشيطه هاي انا عاوتاني هادي بوحدها سكرينيها وصوريها خلي اخويا بشعيب نتعطل ها انت سكرينيها تختي سيري اختي قلبي راه معروف البلايص ديال التوابل شوفوا شحال غيبيعوها لك هي وهاد التليجه هادي هاد البروشي كنقول لكم هاد البروشي بوحدو بلا قفطان ديالو ب 2500 درهم هادي ب 2500 درهم هادي ب 1100 درهم ها هي شحال ولات 6000 و 100 درهم بلا قفطان هذاك ديال الحريره بشعيب اللي كان 300 درهم ها هي 5400 درهم فقط 2500 درهم عند رميس فقط 2500 التجاره وكل كيشوف غير مصلحته كنبيع ونشري معك يعني ما كاين لا شفافيه لا والو شطاره مني ومنك كيف كنقولوا نكونوا في سرعه عادي بوحدي تنبيعك ب 2500 درهم ماشي انا نبيعك هو يستحق هو يستاهل هو كيدير 2500 السوق لا ثمنه تقول لي 2500 ابار على تقيم لي ثمنه خويا بشعيب السوق كيحكم سي ها هو سكريني اختي ها هي صوري وقلبي على خاطري خلي رميسة اخر محطه عاود لي خويا بشعيب الساندويشيز اللي كدير كليرينشي ماركه اللي كتباع ب 800 درهم الكوبو 3 متر
ساتاندوس وفيرزاتشي ولا دغادوس وروبرتو كافالي على تحت على تحت علي مارك على الحرير على الحرير ما كاينش روميساء على الحرير روميساء ممنوع تدخل ليها البوليستير والنيل والفيسكوز ما كاينش ما كاينش ديك السلعه ديال البرخوس ها واحد اخر عاوتاني ها انا خويا ضريتيني سحب لي درتي لي واحد انا وليتي داير لي انا عرام اخويا انا شنو غادي شنو باش غنتعشى انا اليوم دابا باش غنصوم رزقك عم الله اسمح لي خويا ايوا الكليان شنو غندير لي جيم لي جيم يلا لي جيم والبارطاج الناس كيفاش مخدومين راه هذا راه مرشوش بالحجار ومنبت ها هو الحجار ديال الزاج كيبري ما كنديروش حجار ديال البلاستيك حيت السبينه الاولى حجار ديال البلاستيك راه غادي تصدى لك في التوب ولوحي ديك الصدى مع مرو حيد اختي راه بزاف ديال التفاصيل كتهملوها العيالات العيالات تكونوا على بال معانا انا عاوتاني ها يا اختي بواحد يسال 2500 درهم ماشي واش كنعطيك راه هادشي اللي كاين اليوم هو اللي كاين سالا ما درتوش ليا درتو هادشي اللي بقى ها هي البلايصه ديالو ها هاي ها هي ها هو صافي هذا هو الباك الاخراني هادشي اللي كاين كاينش من غيره لا مولاتي والو انا عاوتاني باك ديال 24 ساعه من غيره غادي يرجع كلشي للثمن ديالو الاصلي اللي مشات هي هذيك اللي ما مشاش راه الثمن ديالها بحال اللي غنبدا نقول لك عاوتاني هذه بوحديتها 2500 درهم سمعي معايا الاول وسمعي معايا تنبات باليد 3 متر ونص تيل ديال الحرير منبته كلها باليد والديزاين زويون وريضات واعرين الميتراج وافي لتحتاني ساتان دو سواق صافي خويا بشعب هادي كدوي على راسها بلا ما تحتاجش ما تحتاجش اخويا هادي ما تحتاجش هنايا شحال هذا دابا حيت كاين كيف كنقول اذواق اسمح العز على البياض والعز على الكحل هادي بغيتي نديرو لها اللون في اللون عاوتاني ندير لك اللون في اللون بغيتي تحيد هاد اللوينات ديري شي لوينات فلاشي بحال مثلا الصفر الفيشي غوزان ديال بلوغو هاد اللوينات راه كاملين يمشيو لك والباك ديما راه كيبقى ثمنك هو 2500 درهم هذا الكراب هاو هادي راه كتجي في نص طوق وراه فيها لكم عاوتاني كذلك كاين شي واحد كيدير مسوس مسوس مبيوع طايره صاحبي كيتخاطفوا عليك كديروا ليا في الباك اخويا صحتكم وراحتكم شنو نقول لكم انا ماشي مشكل ماشي خساره فيكم صحتكم وراحتكم وما تعطلوش راه هذا كنقول لك 24 ساعه من غير 24 ساعه راه غترجع كل حاجه الثمن ديالها مع رميساء مش حتقدر تنام بالصحه والراحه